انا غادي نهضر ودابا غادي نصور قلت يصور على خوت بلون جينيرال على غير بي خاصه من الموقع عندك يكون تسمع السيد هذا هنا هبط المكان السلام عليكم. مباشرة من المركب السوسيورياضي هنا بمنطقة الشلالات. أولا أصلت عن نفسي ونيابة عن أعضاء جمعية نساء الشلالات، أتقدم بوافر الشكر والجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. هذه التظاهرة التي رفعنا أن نفتتحها بمباراة في كرة القدم النسوية التي تجمع بين فريقين هنا بمنطقة الشلالات. ولقد حضر هذه المباراة السيد بحار عضو بمجلس الشلالات والسيدة هنية بمجلس الشلالات الذي رفعنا أن أبى إلا أن يقدم كلمة في حق هذا الملتقى وتكريما للمرأة المغربية بصفة خاصة وللمرأة العالمية بصفة عامة، وشكرا لحضورهم إلى هذا الملتقى. بحار بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء باش نساهموا لاول مره في جامعه الشلالات في هذا الملتقى الاول اللي كتشرف عليه واللي جمعيه نساء الشلالات للتنميه السوسيو اقتصاديه بشراكه مع جامعه الشلالات وبتنسيق مع دار شباب الشلالات وثانويه ابو بكر وكذلك جمعيه مجد الشلالات للرياضه لكرة القدم النسوية. تخليدا لهذه الذكرى بطبيعة الحال هي معروفة من بعد واحد النضالات كثيرة اللي خاضت على المستوى العالمي، وكان الاعتراف ديال جمعية الهيئة الأمم المتحدة سنة 1977. إذا هذا كيتعتبر الذكرى 55 لهذا الحق اللي هو حقات المرأة على المستوى العالمي وكذلك على المستوى الوطني. فهاد كتعتبر هذا الملتقى الاول ودوره اولى تحت شعار المراه رافعه للتنميه، رافعه اساسيه للتنميه، وتعطاها واحد الاسم اللي هو عنده دلاله كبيره اللي هي زينب النفزاويه ذات حموله تاريخيه فكريه سياسيه. كيف قلت هذا كيتعتبر يعني دوره اولى في انتظار دورات اخرى في المستقبل ان شاء الله. كنقول لجمعية النساء الشلالات للتنمية السوسيو اقتصادية ومن خلالهم للمرأة المغربية والمرأة الشلالية بالخصوص كل عام وأنتن بألف خير وشكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا باسم جمعية نساء الشلالات أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية، بداية كافتتاح للملتقى النسائي الأول بالشلالات. وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى كل النساء الفاعلات في جميع القطاعات، سواء المرأة المثقفة أو غير المثقفة أو ربة البيت كيفما كانت، على مثابرتهن ومجهوداتهن في المضي قدما بقطار التنمية في المغرب عموما وبمنطقة الشلالات خصوصا. ونحن كجمعية نسائية نعترف ونشيد ونلمس جيدا ما تفعلنه هؤلاء
النسوة من أجل التقدم ومن أجل التنمية. لذا اخترنا كشعار لنا في هذه التظاهرة وبهذا الملتقى شعار المرأة رافعة أساسية للتنمية، باعتبارها ركيزة أيضا أساسية في كل المجالات. واخترنا أيضا كاسم لهذه الدورة دورة زينب النفزوية، باعتبارها المرأة الأولى المغربية التي كان لها صدى عبر التاريخ في فرض وجودها وفي خلق ولها مساهمة أيضا في خلق إمبراطورية عظمى كأول إمبراطورية بالمغرب، هي الإمبراطورية المرابطية. وأعود وأجدد الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح وكل من سيساهم أيضا في إنجاح هذه التظاهرة وإنجاح هذا الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه بمنطقة الشلالات، وشكرا للجميع. على بركة الله تعطى انطلاقة هذه المباراة التي تجمع بين فريقين كما قلنا ضمن وبهذه المنطقة منطقة الشلالات. إيمان صفر صفر انطلاقة صفر انطلاقة وفا خلي هو يصور ما تعطيش بظهرك. واحد زوج بسم الله صافي خلاص اشتركوا